ما الفرق بين CIA و FBI؟ صحيح أن جهازين أمنيان، لكن مهمة CIA الأساسية تجنيد الجواسيس وجمع وتقييم المعلومات الاستخباراتية عن حكومات وأفراد أو مؤسسات أو جماعات أجنبية لمساعدة الرئيس وكبار موظفي الحكومة وواضعي القوانين لأخذ قرارات تتعلق بحماية أمنها القومي. دور الـ FBI أشمل من الـ CIA، فمثلاً إذا كان دور الـ CIA التجسس على الدول الأجنبية لمنع وقوع حوادث أمنية داخل أمريكا، فإن الـ FBI من مهامه كشف الجواسيس والبحث والتحري عن ما يعرف بـ US Persons، وهو مصطلح يشمل المواطنين الأمريكيين والمقيمين الأجانب والمهاجرين القانونيين والمؤسسات الأمريكية، ولا يسمح للـ CIA بذلك.